احمد عيد عبد الملك دوره ايه في الفرقه بخلاف انه بيطرد؟ بس هو عيد، بس هو عيد، هو عيد مع الحكام، دي اخو بقى هي حاجه غصب حبيبي، عنه. يعني انا واحد باللعيبه بحبهم بصراحه، هي حاجه غصب هو كان عنه. ضيف هنا وشرفني في السوبر بس عشان ما يزعلش معانا. لا طبعا عيد، عيد لعيب كبير جدا، هي بس حته الناس كلها بتتكلم في ان هو بيعترض على الحكام، دي طبعا هي غصب عنه، لا هي هو جواه، بيعترض، هو مش حته، هو هي بيعترض. غصب عنه والله، هو جواه يعني تلقائي، حتى الماتش يفكر بتنطرق منبه عليه قبل ما ينزل، عشان برضك مشكله الحكام هو تلقائي عنده الحته دي وراح اخذ برضه كارت احمر. بالظبط. فهو لا، بس هو لعيب كبير طبعا، قائد في الفرقه، تملي بيلم الفرقه، دوره في الملعب طبعا دور كبير طبعا، بيلم اللعيبه. جاب جون هو الماتش اللي فات. طبعا كسب الفرقه كذا ماتش، في يعني ماتش اسوان وماتش الحرس خلص 1-0 بجون احمد عيد، والماتش الاخير برضك مكسبنا. لا احمد عيد طبعا لعيب كبير وقائد في الملعب طبعا.